أجواء ولا أحلى في جوجو لاونج. وأحلى فطور في جوجو لاونج. وهذا غدانا في جوجو لاونج. بداية عندنا هنا تشيكن شنايزل، وهذا السالمون، وعندنا هنا باستا سي فود بيف باستري مع الميت بول، وعندنا هنا سلطة جوجو بالسمسم. ما شاء الله أشكال الأطباق لوحة فنية. حبيت البرزنتيشن عندهم، نفس الصور اللي في المنيو تلاقوها في الحقيقة. وبعد ما استمتعنا بالأكل نزلت عندنا هنا تشكيلة من الحلويات. ما شاء الله زي ما انتم شايفين لوحة فنية. عندنا أول حاجة هنا المانوليا، تارت بلو بيري، بالإضافة حلا ليتشي، وأخيرا عندنا هنا البيستاشيو. شكله يحمس. ما شاء الله خرجوا عن المألوف وقدموا لنا حاجة ما احنا متعودين نشوفها في أي مكان ثاني. وهذا حلا البيستاشيو المعروفين فيه. طعمه لذيذ ما تقدر توقف. وبيجهزوا هنا المكان للفترة المسائية. ولا هنا نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا لهذا اليوم لجوجو لاونج.